عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلماته في جلسة الحوار مع الأسواق البازغة والدول النامية على هامش قمة بريكس أن الشباب ركيزة للإصلاح والاقتصاد في مصر وقاطرة له، مضيفا أن العالم يواجه تحديات جسيمة تتطلب العمل الجماعي لمواجهتها. بداية رؤية مبنية على ذات الأولويات التي اعتمدتها أجندة التنمية 2030، مستشري كذلك بأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو وتنويع الاقتصاد، مع جعل الشباب ركيزة لهذا الإصلاح وقاطرة له.